سيداتي والسادة، لقد واجه الاقتصاد المصري عددا من التحديات والمشكلات الهيكلية التي تفاقمت حدتها مع التطورات الداخلية التي عقبت ثورة 25 يناير 2011. وفي هذا الإطار شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية والمالية من خلال خطوات تنفيذية تضمنت إصلاح النظام الضريبي وتطوير منظومة الدعم وتحرير سعر الصرف، فضلا عن إجراءات محددة لتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر ومنح حوافز عديدة للمستثمرين تشمل إعفاءات ضريبية وتسهيلات للحصول على الأراضي الصناعية في عدة مناطق. كما شرعت الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التي توفر فرصا استثمارية واعدة في مختلف المجالات، وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس وتطوير الشبكة القومية للطرق وإنشاء العاصمة الجديدة بالإضافة إلى 8 مدن جديدة، فضلا عن المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من المشروعات التي تبرز عزم مصر تحقيق نقلة نوعية في مسار تقدمها الاقتصادي.